إلى الجنوب الموريتاني وبالتحديد مدينة روسو المغذي الرئيسي للفرق الموريتانية من خلال تصدير اللاعبين، لكن هل من منشأة رياضية هناك في المعبر الجنوبي تستدعي منك الوقوف والتأمل في واقع كرة القدم هناك ولو للحظات معدودة؟ طبعا لدينا الملعب البلدي الوحيد هناك، والذي احتضن لقاء العودة الذي جمع بين نادي تفرق زينة ونادي جمل سطارة ضمن الجولة 15 من الدوري الموريتاني، وانتهى بفوز نادي تفرق زينة على الضيف بهدف دون رد. قبل انطلاقة اللقاء قمنا بجولة داخلية في الملعب، مثلا هذا الجالون يوضع فيه زيت المحركات ويتم تلوين خط منطقة وسط الملعب به وباقي الخطوط الأخرى إلى غاية راية ضربة الزاوية، والأوساخ في كل جانب منه بالإضافة إلى الأشجار التي تحيط بجانب منه وهي التي كان من المفترض أن تحيط به بشكل تام. قبل انطلاق اللقاء بلحظات علينا أن ننتظر حتى تمر هذه المعزات لتواصل طريقها، وعلى السياج بقايا غسيل أحد اللاعبين أو ساكنة الحي. أما حال المدرجات فمن الواضح أن الزمن دار عليها دورته ولم يترك إلا حذاء لاعب قديم مرمي يحكي عن واقع أليم يعيشه هذا الملعب الذي يستقطبه أزيد من 500 لاعب تبحث عن أرضية ملائمة لممارسة هوايتها المفضلة. وحين انطلقت المباراة كثرت الإصابات وتعددت، لا يوجد سرير لحمل اللاعبين، ولكي تغادر الملعب عليك أن تستعين ببعض اللاعبين للخروج من أرضية الملعب، وكذلك إن كتبت لك النجاة من أي إصابة لن تنجو من الغبار في أي حال من الأحوال. تلكم وببساطة مقتطفة من حال المنشآت الرياضية في مدن الداخل، وللعاصمة نواكشوط النصيب الأكبر حين يتعلق الأمر بشيخ الملاعب الموريتانية والمقاطعة التسع والعنوان دائما واحد. غبار وأحذية متهالكة وفتية في المدينة مسكونون بحب كرة القدم. حمود العمر لقناة المرابطون، مدينة روسو.